بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خير الكلام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هكذا رب العالمين عز وجل نقل إلى سيدنا عيسى ما سمعه يقول الناس عنه. قال الناس، قالت كثير بعض أتباعه وبعض من يزعمون أنهم أتباعه، قالوا إن عيسى قال لنا أنا إلهكم. فرب العالمين كان ممكن محق فيه الأرض، قال لا، لابد أن أسأله وأن أسمع منه وهو علام الغيوب. رب العالمين يعلمنا الأدب في علاقاتنا مع الناس. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. لاحظ دقة القرآن الكريم. أولا ما قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي ربين، في حين أن بعضهم كان يقول هذا، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، هذولا خرجوا من الدين، خرجوا من ديانة المسيح إلى ديانة أخرى ليست بدين مطلقا، وهم موجودون في كل العالم كما هو في كل الأديان. إذن ما الفرق بين الرب والإله؟ أن الرب الواحد الأحد الذي يعبد، الإله المنعم. ولهذا إن الله رب العالمين، إن الله رب موسى ورب فرعون، ولكن الله عز وجل إله موسى وحده. وهكذا من أجل هذا قال سيدنا عيسى عليه السلام ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذه لقطة هائلة. ما هو موقف الذي يتهم بالاتهام الباطل؟ ما عليه أن يسكت، لا ينبغي أن يسكت، ولا ينبغي أن يبدأ بالخصومة، عليه أن يبين حقيقته. الآن هناك بعض المواقع وبعض المواقف ينبغي على الإنسان أن يمدح نفسه، لأن في مدح نفسه نفعا للآخرين ومصلحة لهم، كما قال سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لماذا رشح نفسه لوظيفة عليا يعلم أنه سينجح فيها نجاحا عظيما وينفع الأمة، وليس هناك من هو مثله في هذا الباب، فيجب عليه أن يظهر كفاءته ويمدح نفسه. قال أنا حفيظ علي، ما في غيري. وفي مثل هذا واحد اتهمك بسوء، تقوم تتقاتل ما يفيد، تسكت ما يفيد. فسيدنا عيسى يعني في هذه الآية التي رب العالمين يعني يضرب لنا المثل، الله دائما يقول واضرب لهم مثلا، وما أمرنا الله عز وجل بصفة وأخلاقية عظيمة إلا طبقها على نفسه سبحانه وتعالى هو أولا. قال أوعس كونوا حلماء، كونوا حليمين، إياك أن تكون سريع الغضب. ولهذا رب العالمين عز وجل قال بعث نبيين، لواحد يقول أنا الله أنا ربكم الأعلى، قال اذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا، هذا الحمار وشوفوا شو الكلام الفاضي، لعله يتذكر أو يهتدي أو يصحو. هكذا رب العالمين يعلمنا الحلم وكظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هنا ربنا يعلمنا فيما لو اتهمت باطلا، والذين يتهمون هم في القمة، كما قال عليه الصلاة والسلام الذين يتهمون بالباطل الأنبياء أولا، ما من نبي إلا وقد اتهم في عرضه، سيدنا موسى وسيدنا عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا يونس وسيدنا يحيى كلهم اتهموا في عرضه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه. ورب العالمين برأه لأنه نبي مرسل من أولي العزم. سيدنا عيسى يا مريم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه، إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم اتهموا في عرضه مع السيدة عائشة. ومن سنن هذا الكون أن هذا الذي يجري على عظماء العباد، سواء كانوا أنبياء ومرسلين أو كانوا حكاما عدولا أو كانوا حاكمين من الذين ينفعون الناس أو كانوا علماء دين أو كانوا من رؤساء قومهم، كل من له شأن وممن يحسد لابد أن يتهم يوما. فرب العالمين عز وجل
في هذه القضية التي هي عامة ومن قوانين هذا البشر إلى يوم القيامة. والذي يتهمك في عرضك أقرب الناس إليك. اللي اتهم سيدنا عيسى سيدنا موسى بن عمه، إن قارون كان من قوم موسى بن عمه فبغى، هو قال يا بجيب له واحدة بغي وخليه تدعي إنه صديقة ونام معاها وما أعرف إيش. وفي احتفال عام سيدنا موسى انصحهم فقامت هذه البغي، قالت أنت شو عندك، أنت تعظ الناس وأنت زينت البعيد زينت بيها وما أعطيت الأجور، فبهت فرب العالم، فدعا عليه فرب العالمين أظهر الحق على لسانه على لسانها، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. سيدنا عيسى قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، يا الله، فبرأه الله. النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه من السيدة عائشة أم المؤمنين، رئيس رب العالمين قال يعظكم الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، أفرزتم المنافقين بل هو خير، إلى أن قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إذا منكم واحد تطرق إلى هذا الموضوع أو صدق به فإنه يخرج من الإيمان تماما، ولكن قضاء الله سابق. إلى هذا اليوم هناك من يعتقد هذا ويجاهر به الآن بالفضائيات، أن السيدة عائشة بغي وهي أمه وهي أم المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا البلاء. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، لو شاء الله لجعلك واحدا منهم تخرج من دينك باتهام أمك وهي أطهر الخلق، كما قال تعالى يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. عندنا أهل البيت وعندنا أهل البيت. أهل البيت أولئك علي وفاطمة رضي الله عنهما وأولادهم إلى يوم القيامة، الصحيح مش الكذب. الآن ثلثيات الأمة يقول لك هو سيد وما تعرف منين جاي، لا لا لا، النسب الصحيح الذي نعرفه إلى حد الكاظم نعرفه مطلع بجمع الأمة، الباقر والصادق والكاظم إلى العلي العابدين إلى كل هذا السلطان الذي نعرفه. ثم هناك من يزعم أو من يدعي أنه من آل البيت، فحينئذ عليه أن يثبت، وهو يوم القيامة يحاسب. أهل البيت نساء النبي، أهل البيت، فرب العالمين قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أما أهل البيت هؤلاء مطهرون انتهينا. إذن عليك أن تعلم أن هذه الآية تقول لك شو تسوي لو اتهمت بهذا، ولا بد أن تتهم لأن هذا من نسق الكون، وخاصة في الطبقة طبقة الواجهة. هذا الاتهام يكون في طبقة الواجهة، أنبياء رسل ملوك عظماء علماء مفكرون أغنياء وجهاء الأمة، هؤلاء هم الذين تسلط عليهم السهام، كما قالت تلك الأعرابية التي توصي ولدها يا بني لا تكن غرضا فتصوب إليك السهام، لا تصير مشهور في قومك لك ميزة ووجاهة، حي موتوك حيتهموك بعرضك، وهذا الذي يحصل دائما. فأول خطوة كما قال تعالى على لسان سيدنا عيسى، ايش قال لما الرب قال؟ قال يا ربي ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بعلم، ليس هذا من شاني، مدح نفسه. ولكن في هذه المكان يجب ان تمدح نفسك وان تثبت حقيقه ذاتك واخلاقك واصلك وفصلك وطبائعك. ما يكون هذا شغلي انا اقول هذا؟ انا اقول لهم اتخذوني وامي الهي وانت ربي العظيم؟ هذا مو من شاني، ليس من شاني انا. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، بحياتي ما قلت شيء وهو ليس حق أقول على أكذب على ربي، يا الله. أول شيء عرض نفسه، هكذا يعلمنا الله عز وجل. إذا اتهمك الناس، اتهمك بعض الحاسدين أو الحاقدين وأنت في الواجهة، ملك أو نبي أو أمير أو شيخ كبير أو عالم أو شاعر أو تاجر، يعني كنت من المرموقين المحسودين، فلك أن تبدأ أو تقول من أنا؟ أنا فلان الفلاني. وحينئذ هذه أول خطوة، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قالها بقوة وهو يتكلم مع رب العالمين. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، عليك أن تتفادى أن يقع مثل هذا من حيث ما يلي. ما من تهمة في التاريخ إلا وفيها امرأة،
وذلك أن المرأة نفسها هي التي تفعل ذلك. وما أكثر العظماء في التاريخ من كل الأصناف حتى لو كانوا أنبياء من تعرض نفسها على هذا العظيم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كم امرأة عرضت نفسها عليه، ومنهم من قبل ومنهم من لم يقبل ومنهم من قبل ثم غير رأيه، وعشرات النساء كما تروي السيرة، فلان من البحرين وفلان من كذا وفلان من كذا صلى تزوجني إلى آخره. وبعدين في 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 يعني حسابات أخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون بتوجيه من السماء. كل الأنبياء، سيدنا يوسف واحدة تراوده وما يقبل، حاول يا ابن الحلال ملكة وأميرة والعائلة وشابة جميلة وزوجها رئيس وزراء عشقته، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لما شافت ما في ما في ما في ما في أمامه إلا أن تتهمه وأن تفضحه لكي تنتقم منه، راحت على زوجها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، هذا راودني هذا راد يفعل فيا هذا كذا، أنا طردته إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فدخل معه السجن فتيان إلى آخره. هي اتهمته وماذا يقول وماذا يفعل؟ وكل امرأة تراود أو تعرض نفسها على عظيم من عظماء أمتها سياسيا أو ماليا أو وجاهة أو ما شاكل ذلك ثم يرفض لابد وأن تنتقم منه، وهذا من قوانينها، وإياك أن تحقد عليها لأن هذا من قوانينها ومن كرامة الأنوث المهانة، وعليك أن تحتمل ذلك ما دمت قد تركت المجال في هذا. واقرأ التاريخ كله، كل مصائب التاريخ من خلاف على مثل هذا أصله. يعني أنت تصور الحروب العالمية، في الحرب العالمية الثانية قامت من أجل امرأة، امرأة كانت قريبة من فلان الفلاني، تعرفون القصة هذه اللي أضيع بها الوقت، اللي كانت اتهمت رئيس الوزراء الألماني مش عارف إيش وإلى آخره، وكانت وسرقت الأموال من رئيس وزراء بريطانيا وسرقت الخطة العسكرية، وفعلا أغرق الإسطول البريطاني بامرأة بامرأة. هكذا هو التاريخ، فرب العالمين يعلمنا كيف نصنع في مثل هذا. هكذا هو الأمر، أولا إياك أن تحكم على أحد من الناس بمجرد السماع حتى لو اجتمعت عليه الأمة، لأن هذا لا يمكن أن يكون حقا، وهذا حتى في المحاكم في العدل. أي قاضي هذا الذي يأتيه واحد ومضروب الدم يقول من ضربك، يقول فلان، يقول حطه في السجن، طبعا يقول روح جيبوه سوي محاكمة، شو تقول أنت رأيك؟ هكذا هو الأمر. ولهذا رب العالمين قال له أنت قلت للناس، أما أن تحكم بدون أن تسمع الثاني هذا هو الظلم والحمق بنفسه. ليش؟ كما يقول المثل إذا جاءك من فقئت عينه فلا تتعجل، ربما يكون الآخر قد فقئت عيناه، وهذا حصل في التاريخ كثيرا. جاءك واحد مكسر قال لك فلان سواني وضربني، وانت جيب الشرطة ضربوه، تبين ذاك رايح عامل بي العمايل. إذن بينة أو البينة أو حد في ظهرك كما قال عليه الصلاة والسلام، دعوة بينة حكم، بينة شهادة أو إقرار، جيب المدعى عليه عم يتقر لا ماقر، عندك شهود ما عندي شهود يطلع برا، عندي شهود اشهدوا حلفهم زكيهم كذا حلف يمين فضل على السجن، هذه بينة. بينة البينة أو حد في ظهرك. إذن هذه الآية درس من دروس الحياة، وهي تجري كل يوم، ما من عظيم ومشهور ومرموق إلا أصيب بامرأة أو امرأتين أو ثلاثة أو عشر. يعني نسمع الآن عن أصحاب الفنون الفن وما فن وكذا جيوش من النساء، وهذا من قوانين الكون بالتاريخ كله، هكذا حتى مع الأنبياء كما ترون، هذا قانون. وليس عبثا أن الله جعل النساء في العالم أربعة أضعاف الرجال، يعني لكل رجل أربع نساء. وفي بعض المواقع في التاريخ اليوم في بعض الدول الإسلامية منها المرأة أو المرأة يعني الرجل عشر المجتمع، يعني كل عشر نساء في رجل واحد. وقد أنا رأيت هذا في بعض آسيا كأندونيسيا وماليزيا وغيرها، فعلا النساء عشرة أمثال الرجال، فلما يصير حب الرجال جالس في الحديقة مثلا أربع خمس سوار يتغزلوا فيه ويتكلم لك شلون احنا اذا عند واحد يحب له واحده يقعد يتغزل فيه، هم يتغزلون بالرجال ليش؟ ما في ذكور.
هذا قانون الكون، الله أعلم بحكمته. إذن مسألة أن تأتيك وشاية من واحد ويقول لك أنت فلان شيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رحم الله من وقع نفسه الشبهات. ليش؟ لأنه ما من شيء ألذ على من حولك، حتى أهلك، حتى أهلك وأعمامك وبنو عمومتك وأخوانك أحيانا، ليس ألذ من أن يمسكوا عليك سقطة وأن تكون رخوا في يدهم، بل أن قد يستغلوك. وحينئذ عليك أن لا تذر لنفسك أو على نفسك منفذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياك والخل وإياك والنظر إياك والحديث والهمس، ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. اتقوا مواقع الريب، ما تخلي فكرة، لا تخلي لك أي شيء. فإذا ابتليت عليك أن تكون قوي الحجة بما عندك من أدلة، وإلا تهلك. وما أكثر الذين هلكوا في التاريخ، ذهب قول رجال أبرياء ذهبوا يعني بمأساة كبيرة، لأنهم ما استطاعوا أن يثبتوا العكس، واستطاعت المرأة أن تتغلب عليهم تماما. والتاريخ مليء بذلك، وكلكم قرأتم في التاريخ من التاريخ المشهور من المشاهير القوم. ولهذا رب العالمين عز وجل شنع على هؤلاء أهل البهتان، أهل البهت. يا الله، هناك كذب وهناك بهتان. إن هذا البهتان، البهتان أن 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 تقول الكذب وتجعله صوابا، الكذب أن تقول شيئا ربما يكون فيه شيء منه أو حوله، البهتان قول يعني مزور من ألفه إلى يائه، هذا هو البهت. سبحانك، هذا بهتان عظيم. البهتان هذا الذي ليس له أصل، ولكن مرتب ومؤامرة وعليها أشخاص ومدفوعة الثمن لغرض ما يفعل هذا بهذا الملك أو بهذا الأمير أو بهذا الوزير أو بهذا الممثل أو بهذا. يعني احنا عرفنا الآن أن بعض عظماء الممثلين وهم لا يزالون أحياء لعظمتهم، وأنهم غذوا المسلمين وعقول المسلمين بمسلسلات عن التاريخ الإسلامي، والله أهدت قوما وهدت فصائل من الأمة العربية ما لم تفعل ألف عمامة، في مسلسلات عن عمر بن عبد العزيز وعن فلان وعن فلان. وفعلا هذه المسلسلات قامت بدور فعال، إن بعض الشعوب التي يعرفها معرفة جيدة انقلب حالها 150 درجة، ما أقول 180، 150 درجة بمسلسل عن عمر بن عبد العزيز، وأبدع هذا الممثل إبداعا خياليا. ولهذا اتهم بمثل هذه التهم. ليش؟ لابد من إسقاطه. كلكم، لا أقول كلكم، بعضكم من قرأ كتابا في الأسواق موجود اسمه مقررات حكماء كوليرادو، هذا المؤتمر عقد في عام 1978 من القرن الماضي في ولاية كوليرادو في أمريكا، واجتمع فيه أساطين العلماء والمفكرين والنفسانيين، ومنهم ابن تشيرشل وابن إيزنهاور وابن فلان وابن فلان وفلان وابن، يعني عظماء الأمة، لكي يقرروا ماذا نفعل وقد بدأ المسلمون في صحوة عارمة. وفعلا باستعينة كما تعرف الصف بعد تلك الهزيمة النكراء في مصر في 67، العدوان الثلاثي يسموه، ما في لا مو الثلاثي، ما في ايش هذا يسموه النكسة. فعلا الناس يئسوا من دعاة القومية العربية ودعاة الشيوعية ودعاة الكلام الفاضي، كله انكنس، وعاد الناس الى دينهم، الدين الحقيقي. فكان لابد من ان يعني يتخذوا اجراء لها. وفعلا بدا الناس يبحثون عن العلم الحقيقي والادله الشرعيه والسماحه هذا الدين، وكلنا اخوه للمؤمنون اخوه الى اخره، واصبحت او بدات تصبح امه موحده. فدخلوا فينا فلان الفلاني وفلان الفلاني وفلان الفلاني بناء على هذه المقارات. المقارات انا قراتها والكتاب موجود في الاسواق بالمجلدين. يقول أولا، إذا كان هناك من يساهم في وحدة هذه الأمة، وبدأت الأمة تسمعه عبر إذاعاتها وإعلامها ونشراتها، فلا بد من شرائه.
تعال يا ابي فلان شيخ، يا فلان عالم، يا فلان مفكر، يا فلان متحدث، لك شعبيه كبيره وانت قاعد تعلمهم الدين الصحيح، تعال خذ لك كم مليار، خذ لك وزاره، خذ لك رئيس وزاره اذا تحب ما عندنا مانع، خذ لك فلوس، شو ما تريد، مليارات مش ملايين، بس تسكت. ومنهم من سكت، هذه مليارات مش لعبه. اذا ما سكت يا ابي يهدد، سأقول اقول لك ترى عيب عليك انت، اذا لو تسكت لو ترى احنا يعني تعرف شو نسوي فيك، نمسح فيك الارض. منهم من سكت يسوي يعني، حتى رحمه الله عليه يعني بعض ما يذكر اسماء، على كل حال هناك ناس فعلا هددوا مباشره تسكت، لان انت اصبحت الامه كلها بالخمسينات بالستينات بالسبعينات كلها تسمعك فتسكت. بعدين اعطوه وزاره ما اعطوه، فعلا سوى وزير ما نفق واستقال، اعطوه فلوس ما رد، وبالتالي تعال انت تسكت تقعد ببيتك، ما قبل. فيقول هذا، يقول الشيء الثالث، او اذا ما فعل يقتل. شنو الخطه؟ قال اولا اعدام المرجعيه الاسلاميه، يعني لازم يكون المسلمون ما عندهم مرجعيه، كل واحد بكيفه، كل واحد شاتان على باتان، ناس استبنات وناس تكفر الناس. المسيحي لهم مرجعيه واحده اذا قال البابا خلاص، اليهود لهم مرجعية واحدة إذا قال خلاص، اليزيدية، الصابئة، كل من له دين سماوي أو غير سماوي له مرجعية، إلا المسلم. كل واحد شكل، طوائف وأحزاب وفئات، يعني بعضهم يكفر بعضا ويستحل دمه، وهذا الذي يجري على الساحة الآن. قالوا فإذا ما كان يمكن إسكاته تشوه سمعته، الفيلم بدعاية بقضية، وفعلا حصل هذا على بعض الناس. وكما قال أحد الرؤساء لما خاض حربا، قال شوفوا خاف تسمعون في التلفزيون أنا فلان الفلاني، وأوجه لكم خطاب، ترى يستطيعون أن يجيبوني أنا فعلا بالتلفزيون، لكن ترى مش أنا. يعني صناعة الأفلام هذه الآن شيء خيال. قالوا وإذا ما شوفوا، يعني أنا ذكر رحمة الله عليه مثل الشعراوي، هذا الرجل الذي سمعه العالم من المشرق إلى المغرب رحمة الله عليه في السبعينات والثمانينات والتسعينات، إلى أن اصطفاه الله عز وجل. كان أكو فيه شركة في مصر مشهورة اسمها الريان، وشركة ناجحة يبدو، فاستغلوها وبهدلوها، وقالوا الذي طبعا خسروها، لأن فعلا أثبتت أن مصر ممكن أن تعيش باقتصاد وطني، ونجحت نجاحا هائلا، فانقلبوا عليها واتهموا شعراوي انه كان هو المفتي، المفتي يعطوا رواتب عارف كم فقط لتشويه سمعته، وهذا كله غير صحيح. هكذا اذا شافوا ممثل استفاد منه الناس وتحداهم يفسدوه، يعني يلطخوا سمعته باي شيء وما اقدرهم على ذلك. كل هذا مما تشير اليه هذه الايه، وسنكمل بعد الفاصل عما أراد الله لنا من اتخاذ الإجراءات. إذن نعود إلى ما كنا نقول من أن البهتان هو الذي يجعل هذا الكون الذي نحن فيه كونا غاب من حيوانات كاسرة ومفترسة. هذا البهتان، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مش كذبا، بهتانا. البهتان مصنع، يعني قد تكذب على واحد من جهل أو عدم فهم. البهتان شيء بحيث الناس يبهتون، ليس مو بهتان، كذبة إذا سمعها الناس تبقى. يعني لما بهت على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، بقت المدينة 4 أيام ما أحد يكلم أحد، الناس باهتون، ما هذا الذي يقال، ما هذا الذي يجري، هذا البهتان، شيء يجعل الناس يفقدون اتزانهم وثقتهم ويكادون ينفجرون. هذا البهتان، فقد احتملوا بهتانا، وهذا البهتان البحت يوم القيامة، لا شفاعة له ولا كفارة. يقول عليه الصلاة والسلام البحت لا كفارة له. أنت تتهم واحد بشكل مدبر مرتب، إما حسدا، احنا نعرف بأن القمم في كل العالم، قمم الملوك والحكام والرؤساء، قمم مصلحة، ولهذا الصداقة فيها مصلحة، القاعدة ما فيها مصلحة، ولهذا الصداقة فيها إنسانية.
من أجل ذلك ما في خلافات في القاعدة، ناس فقراء عمال بسطاء يعني موظفين بسطاء أصدقاء ما أصدقاء، إذا واحد عدى عليهم يقفون معالي أنهم ماكو ما في حسد، ما في شيء يحسد، هو عنده مرتب صغير أو عنده كاكينة صغيرة إلى آخره. لكن لما أنت في القمة مع الملوك والرؤساء ومشاكل ذلك، لا فيها فيها مصالح وفيها ثراء وفيها طبقات، فناس تخزع كل واحد يحاول إبعاد الآخر، هنا يكثر البهت. ولهذا كل هذا البهت الذي جرى في القمة، سيدنا يوسف في القمة وسيدنا عيسى في القمة وسيدنا موسى في القمة والنبي صلى الله عليه وسلم في القمة، ولا هناك ناس في القاعدة حصل عندهم بعض العلاقات المحرمة، ما حس حد بالعكس الناس تستر عليهم، لما في داعي للحسد ولا للغيرة ولا للبغضاء. إذن شو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ البهت لا كفارة له، نعود بالله. وبالتالي إذا كان الكذب، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يكذب؟ قال لا، قال يزني يزني، المؤمن يزني؟ قال يزني، فديهم يتغلط يعني يغلط ويضعف ويزني، وقد زنى الصالحون في التاريخ فلان فلان من الصالح بقى يبكي سنة أهو في ساعة ضعف، وقد يسرق، قال يسرق في يوم الأيام يجوع يسرق مثلا، يقتل، قال قد يقتل في يوم الأيام يصير فيما المؤمن يكذب؟ قال لا. إذا كان الكذب له فما بالك بالبهتان يا لطيف؟ البهتان هذا عن إجرام حقيقي وسوء تربية وفساد نفس منقطع النظير، ولهذا لا يغفر ولا كفارة له، يبقى تحاسب عليه يوم القيامة، مهما الصيام كفارة ويوم القدر كفارة وهذه الأيام المباركة كفارة وجاي عرفة بعد كم يوم كفارة، إلا البهتان ولا يمكن أن يغفر إطلاقا مع بعض الذنوب الأخرى. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إش قال؟ إن دماءكم وأموالكم وأراضيكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا بلدكم هذا، ألا هل بلغت كل يعني معنى شنو أعراضكم؟ أنت اجتماعات في الغيب أنه هذا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وأنت تسمع حديث وتعرف أنه كاذب لكن تشيعه لكي تشفي صدرك وغيرك من الحقد أو الحسد أو الغيرة أو ما شاكل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها إتيان الرجل أمه. الربا 72 نوع، أقل أنواع الربا كمن يجني بأمه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، واحد يتكلم عن فلان شفته وفلان عمل وفلان راح وفلان جاء، هذا أعلى أنواع الجرائم كما لو كنت تجني بأمك 100 مرة. تصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 5 ليس لهن كفارة: الشرك بالله، صور الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، تتكلم على مؤمن كذب وبهتان ومرتب عليه لكي تسقطه إما في انتخابات أو لترشيح وظيفة عليا أو أنك غيران منه حسدا لموقع معين، ها؟ والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا يقتطع بها مالا بغير حق. زين، حينئذ هذه كلها كما تعرفون الكبائر، ومن أكبر قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قال استطالة الرجل في عرض أخي. هكذا يقول عن ابن عباس، يقول من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يعني بالرغم من قسوة هذه الجريمة، لكن إذا واحد قاعد في مجلس وواحد قال فلان الفلاني عرضه في كذب وبهتان، واحد قال اتق الله يا رجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما عهدنا إلا أن يحب الله ورسوله، شو الكلام الفاضي هذا يقول عليه؟ إذا قالها لوجه الله يوم القيامة رب العالمين لن يحاسبه على ذنبه ولو ظلم كل الدنيا، لأن الله سيحمل عنه كل ذنوبه وكل مظالمه، لأنه ذب عن عرض أخيه بالغيبة وهو غائب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تلفح وجوههم النار. فإذا ذببت عن أخيك وهو غائب قلت يا أخي والله هذا حرام عليك، أنا ما أعتقد هذا، أعتقد أنت غلطان، هذا رجل كذا كذا، أو خاصة إذا كانت امرأة، ثم عفوت عنها أو ذببت عنها أو دافعت عنها، يا الله يوم القيامة سترى أن كل أعمالك لا تساوي هذا العمل العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من فاسق ومن منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة بالنار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه أن يعيبه
حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. يا الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. طيب، عن أنس قال من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمى عرض أخيه في الدنيا بعث الله عز وجل ملكا يوم القيامة يحميه على النار. نسمع على المكالمة، تفضل. ألو، مرحبا. مناصر، تفضلي. خريد رقمك الخاص. معروف يا بنتي، معروف، خذي من المخرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره وهو يستطيع نصره أدركه إثمه في الدنيا والآخرة. يعني في الدنيا حيشوف مصائب على هذا الموقف، وفي الآخرة حيشوف مصائب أخرى. إذا كنت قادر أن ترد عن أخيك هذا الذي اغتابوه في مجلس أو في مكان أو في أي مكان أو في أي حال، وأنت تستطيع أن تنصره ثم بقي ساكت، لن تخايف ولا في عليك خطر، فقد كسلا سوف ترى أثر هذا السيء، إما نقص في رزقك أو في صحتك أو تتهم أنت بعرضك، ويوم القيامة تأخذ جزاءك. عن جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. عن جابر وأبي طلحة كلاهما، أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه أن ينصره. حتكون أنت في يوم الأيام في موقف مع نفس الشيء، ضعيف موقفك والناس كلها ضدك في أمر ما، تتمنى أحد يدافع عنك وما أحد يدافع عنك إطلاقا، لأنك أنت عجزت أو امتنعت عن أن تحمي ظهر أخيك وأنت قادر على أن تفعل هذا. إذا شو القضية إذن معناها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أن مع يعني هذه مجمل العبادات اللي هي قضاء الحوائج، إغاثة اللهفان، إبراء المدين المعسر، كظم الغيظ، العفو عن من ظلمك، وآخرا وأن تستر مسلم، أن تستره في قومه أو في موقع يريدون فيه إذلاله. حينئذ إذا عجزت عن هذا فإن عجزت فعلا، ما تستطيع كمعذور، ولكنك تستطيع ولم تفعل. يعني واحد ساجني على غرامة مثلا 1000 درهم وما عنده، وأنت سمعت به وتعجز عن أن تدفع عنه 1000 درهم وعندك 10,000 درهم، يا الله سوف تقف موقفا في هذه الدنيا مثل هذا ولا ينفعك أحد. مثلا قضاء الحوائج، واحد عنده حاجة، عنده أمير، عنده وزير، عنده موظف، طلب منك شيء ليلة عيد، بكرة جاي العيد، قال لك يا أخي والله ما عندي شيء أشتري لعيالي مثلا. وأنت تعرفون الآن ماذا يجري في العالم العربي، هذا الفقر المدقع للأحداث التي تمر في اليمن، في العراق، في مصر، في ليبيا، في تونس، وفي سوريا، وفي فلسطين، الأمة منهكة. وأنت رجل الله أكرمك، يقول لك يا أخي أعطيني كم فلس عشان أشتري ثوب لابني، حذاء البنتي بعيدة ما يستطيع أراهم منه وهم يبكون، وأنت عندك وما تعطي. يا الله لو سوف ترى أن الله سيذهب ما تملك حتى لا يبقى عندك شيء تتميز به أو تمتاز. كظم الغيظ، هذا من أخلاقيات الرجال، أخلاقيات الجبال، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما أنت زنيقتي هايف، كما حكى لك كلمة فرحت بي وحسد ورضيت غرورك وحسدك وحقدك وغيرتك وشنع هنا، سوف ترى من تتبع مسلما حتى يفضحه تتبع الله عورته في بيته حتى يفضحه. هذه قوانين، دين، ديون، من تسوي هكذا تسوي هكذا، تعمل هكذا. ليش رب العالمين؟ لو تأملت القرآن الكريم كم آية في مثل هذا الباب. يا الله، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، وأخرى الأقل القرآن الكريم. يا الله، على حكاية أن تتهم بالباطل، أن تقف ضدهم، أن تستر عوراتهم. أما الأحاديث فعجوبة العجائب، لأن لهذا المؤمن حرمة عجيبة. تصور جاء واحد على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين شافوا يزني وكذا، وبعدين أخوة جاء راحوا على فلان الفلاني من الصحابة، قالوا يا أبا أنا سويت كذا، قالوا ذهب اعترف إلى النبي قبل أن ينزل فيك قرآن. راح على النبي قال يا رسول الله أنا زني، طهرني. قالوا لا، أنت ما زنيت، أنت كذا، أنت قبلت، تروح تعال باشر، تعال غدا. راح وثاني يوم همسك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد يروح يتوب وخلاص.
ثاني يوم ثالث يوم كل ساعة رايح جاي، يا ابن الحلال روح توب إلى الله يا رسول الله طهرني. فلما شافه مصر قال خذوه وراح رجم ومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابي اللي هو هزال رضي الله تعالى عنه، الذي هو نصح سيدنا ماعز الشهيد رحمة الله عليه رضي الله عنه، قال له اعترف قبل أن أنزل فيك قرآن. النبي رأى قال يا هزال لو كنت سترته بثوبك لكان هذا عند الله أفضل، لو أنك شفته هو يزني مو هو جاء قال لك واعترف لك، لو رأيته يزني فعلا وبعدين أنت ظللت عليهم بعبائتك سترت عليه حتى ينتهي من فعلته ثم نصحته لكان هذا أجره عند الله أعظم من أنك نصحته أن يأتي ويعترف حتى يجود بدمه، وأن الله يغفر الذنوب جميعا. تأمل في هذا الحديث الصحيح، هذه أخلاقيات من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولذلك هذه الآية دستور، إياك قال رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، لا تقف موقف الريب، لا تتحدث مع امرأة لأنها ستصيبك. ولتتلاحظ سيدنا موسى وجد من دونهم امرأتين تذودان ما حكى معهما، قال بس قال ما خطبكما؟ قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا أخي شغل كبير. قال يلا روح هناك فسقى لهما ثم تولى، قال سقى لهما ما حكى ولا شيء، راح جلس تحت الشجر راح مع السلامة ولا كلمة. هكذا هو من حكيت ها نشكرك يا فلان وبارك الله فيك وجزاك الله خير وهذا رقم التليفون وجيب رقم التليفون، خلاص خربت القضية. عليك أن تتكلم معهم بغاية الجفاء، وهو رسول الله، رسول الله ماشي مع زوجته تمشي وراءه، وتعرف النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغطاء كامل الوجه والكفان وكلها، هكذا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لتقيتن. ومر النبي صلى الله عليه وسلم باثنين جالسين أو كذا، سلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي تمشي وراءه، قال إنها سودة ترى هذه زوجتي. قال وفيك يا رسول الله؟ قال إحنا نشك فيك يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري منكم مجرى الدم. وصدق رسول الله، ما أن حكي كلمتين على السيدة عائشة كل 20-30-40 واحد تبنوا هذا، حتى سيدنا حسان رضي الله تعالى الله يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، والعذاب العظيم هو العمى، والعمى فعلا عذاب عظيم، ولهذا الأعمى من ملوك الجنة يوم القيامة. من أخذت حبيبتيه ثم حمي أو من أخذت حبيبتيه أو أحداهما ثم حمدني خيرت من أي أبواب جنة الشاء. هكذا هو الأمر. من معنا؟ ألو السلام عليكم. والسلام فضيلة الشيخ، الحمد لله أني حصلت الخط أني أكلمكم. مرحبا يا بنتي. الله يخليك. فضيلة الشيخ، مؤخرا تعرضت لموقف طرد من العمل، فما بعرف إذا أنا آتمة أني ساعات بالليل بصحى بحصل نفسي أني بقول حسبي الله ونعم الوكيل. ساعات كثيرة بحاول أني أطلع من الموضوع، أني ما أفكر فيه أنه هذا ممكن يكون في حقد في ضرر للناس الثانية، مع أنه عارفة أنه أنا الناس هاي غلطة في حقي، ما بحس وبقول حسبي الله ونعم الوكيل. هل أنا آثمة في الموضوع؟ لا ما آثمة. وبالنسبة للموضوع الثاني، شو نصيحتك فضيلة الشيخ للناس اللي بتعطي العهود العهد؟ على كل حال بنتي شوفي، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقبضهم. كل ابن آدم خطا وكل عندنا أخطاء، ولكن قال قسم الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والله يا بنتي الآن الكبائر عندنا صارت مباحة، المهم إذا اجتنبنا الكبائر. فهذه الذي تقولين هذه من الصغائر، وعلينا أن نعرف بأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان رسوله أننا في هذا العصر إحنا شيء آخر غير العصر القديم. من معنا الآن؟ من معنا؟ محمد. يلا يا محمد. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام. من المواقف المهمة اللي ذكرتها في نصرة الآخر موقفين عظيمين، موقف الفرزدق وموقف خزيمة بن ثابت مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ابتاع فرسا من أعرابي فأنكر عليه على الرسول وقال هلم شاهدا، فقال خزيمة أنا أشهد أنه قد باعك رسول الله فاشترى منك، فجعل شهادته بشهادتين وأطلق عليه بالشهادتين. وكذلك موقف الفرزدق عندما حج عبد هشام بن عبد الملك في ولاية أبيش و
وأكان زين العابدين، فقال الأمراء اللي كانوا مع هشام من هذا الذي فشح الناس له؟ فقال لا أعرفه. فرد فرزق هنا وباع نفسه لله، قال أنا أعرفه، وقال قصيدته المشهورة هذا الذي تعرفه، هذا اللي تعرف البطحاء يا أولو. نعم 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 محمد الموصل، جزاك الله خير. جزاك الله خير، جزاك الله خير. وبعدين أعطاه كل ما يملك ثم رده الفرزدق، قال والله أنا ما فعلت هذا إلا لله ورسوله. بلى جزاك الله خير، هذا مداخلة من أربع ما يكون، جزاكم الله خير. طيب إذن هكذا هو الأمر، هكذا هو الأمر. كما أن هناك أناس تنتهك أعراض المسلمين عمدا وتشويها، هناك ناس تذب عنهم ولو هؤلاء قليلون، ولكن الله يصطفي من يشاء ويختار بشاء. وتعرفون جميعا أن هناك ذنب واحد يدخلك النار على كثرة ما عندك من حسنات، وهناك حسنة واحدة تخرجك من النار وتدخلك الجنة على كثرة ما عندك من سيئات. زين، حينئذ هذا الذي قلناه البهت، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذا قول الزور، في قول زور وفي شهادة زور. شهادة زور بالمحكمة، وهذا بك فلان مول فلان، وانت تعرف والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو. لكن في قول زور هو هذا، كما فعلوا مع سيدنا موسى وعيسى ومع عائشة ومع، وهكذا في كل الدنيا من قوانينها. وحينئذ عليك أن تعلم بأن الجنة أقرب إليك من نعلك، والنار أقرب إليك من نعلك، هكذا جاء في الحديث. من معنا الآن أو نكمل بعد الفاصل؟ نعود إلى ما كنا نقول من هذا الميدان الذي يذهب بهاء الحياة ويمزق شمل المجتمع الساكن. كيف عبر الله عنه سبحانه وتعالى؟ فقال لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ثلاث فصائل: المنافقون، الذين في قلوبهم مرض، المرجفون في المدينة، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. من هم هؤلاء المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان؟ وهذا في كل عصر إلى هذا اليوم، كل حاكم وكل ملك وكل أمير له جماعة حوله يظهرون الولاء ويحلون محبة وإلى آخره، ولكن في واقع الأمر من تحت لتحت يتعاون مع العدو ويسرب كذا معلومات، وإذا شاف ناس يحكون على الحكومة يصير معاهم يعني يرتاح نفسيا. هذا من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، في حزازة، في كراهية. ما سووا وزير، سووا فلان ما عملوا وزير، أعطوا فلان ما أعطوا، هو مش منافق لكن حسد، قلبه امتلأ غيظ، يعطون غير وما يعطوا، يسوون وزير وهو ما يسووه، يسوون سفير وهو ما يعمله، يعتقد نفسه هو صالح لهذا، امتلأ قلبه مرضا فيتمنى وقوع هذا النظام. الأخطر المرجفون في المدينة. المرجفون في المدينة نظام إنساني من جاء آدم إلى يوم القيامة وتجش وأخذ موقعه ومكانته الرسمية في هذا العصر فقط. المرجفون جماعة، يعني أنت رئيس قبيلة الأوس أو الأنصار أو جميع من اليهود أو من أهل الكتاب أو من الوثنيين، وأنت محمد ما عجبك ولكن أنت خلاص خايف، توظف جماعة لبث الإشاعات. والمرجفون في المرجفون هم الذين يبثون الإشاعات الكاذبة. الآن صار مديرية عامة، أنا رأيتها بنفسي، أحد الناس في العراق الذي كان هو مسؤول هذه الشعبة يقول احنا يعني شعبتنا فقط ان 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 ان, إن نوظف ناس لبث إشاعة معينة بيوم واحد الشعب كله يتحدث فيها. هذا في مصر موجود، اذكر حكى لي واحد من المصريين من هذا الباب، قال فلان الفلاني وهو مطرب معروف يظهر، قالوا له تعال سوي أغنية على عبد الناصر، ما اعرف الامر ما كان متكاسل او كذا او ضوى، قال ماليش دعوة مش هعملها. وصلت المخابرات طلعوا عليه إشاعة بحيث انتهى اختفى من المسرح تماما. بيوم واحد مصر كلها تحدث عنه، مش حد كل اسمه طبعا، هو اللي لا يزال حيا. هكذا في كل العالم الآن، هناك مديرية في خاصة هذه الجمهوريات البائسة التي جاء بواحد مجهول وسلطوه على شعب حتى مسحه مسحا. العراق المسح، سوريا المسحت،
مصر الحمد لله فيها رجال لكن أيضا الآن مخوف عليها، وهكذا اليمن كما ترون ناس جابوهم مجهولين، فهذول قائمين على الاستخبارات والمخابرات والسجون والتعذيب كما ترون. ومن أشد الأسلحة المرجفون في المدينة، إشاعة تنطلق عن واحد تقتله، يعني الآن إشاعة في مصر على واحد الفلان الفلاني وهو والله من خيار الناس، انتهى. لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة الذين يبثون الشك والريبة في الناس بالإشاعات المكذبة، هو مثل ما سووا بسيدة عائشة بيومين، وإذا العالم مكة والمدينة تتحدث عن السيدة عائشة وبمن واحد هو أبو بكر الصديق هو الذي كان ينفق عليه اسمه مصطح، ما مسكين غلبان إلى آخره، اتهموا هذا بهذا. ولهذا يعني 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 كيف انطلت على كثير الإشاعة، الإشاعة قوية، الإشاعة سلاح يسموه الطابور الخامس. الطابور الخامس مصطلح غربي، أحد القادة الغربيين العظام العسكري رأى أن الإشاعة أقوى من الفرقة العسكرية فسماه الطابور، يعني الفرقة، الفرقة الخامس. هو عنده أربع فرق دائم في الجيش، أربع فرق، هذه الفرقة الخامسة التي تؤثر أكثر من تأثير الفرق العسكرية، فعلا تبث ريبة. جاءك العدو انهزموا، جاءك هو طبعا بأحد، كيف انتصر المسلمون؟ بالإرجاف. بعد الطابور الخامس قال جاءكم محمد، طبعا المسلمين منهكين والنبي كان يقتل، وجاء أبو هذا أبو سفيان وجايب جيش جديد، ولو دخلوا على المدينة لما حقوها محقا. أحد المسلمين جاء، أحد المشركين جاء يسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أحد؟ قال لا. قال خليك على حالك الآن، اكتم هذا وروح على هذول، جاء يقول لهم محمد جايكم بالمدينة بجيش جرار لا طاقة لكم به. فعلا راح عليهم وهو صاحبهم، يعرفوا أنه أسلم، قالوا وين رايحين؟ قالوا روح المدينة، بعد دام احنا هزمناه بالمعركة حنجتاح المدينة. قال يا اجتاحون، رأيت محمد يقود عليكم جيش عرمرة بسبب يقتلكم جميعا، فهربوا. فهذا الجيوش تسميه الطابور الخامس، الطابور الخامس عسكري قوي، لأن هذا سلاح مشروع في الجيوش في الحروب. أما في بلدك في مدينتك على واحد من أهلك غيرة أو حسدا أو طائفيا، الآن الطائفية تفتك في المسلمين فتكا، شيعي وسني وهابي ومش عارف مين، هذا فلان الفلاني، أحزاب وفئات ثبت فسادها وقرفها والحمد لله بدأت تنقشع، لكن لا تزال آثارها دامية. ذبح وقتل كما في الصومال كما في غير كما كل المكان، في كل مكان في العالم الإسلامي هؤلاء الطوابير والمرجفون والقتلة والطائفيون هم الذين توسطوا الساحة. من عام 1975 إلى هذا اليوم والساحة الإسلامية التي كانت موحدة ويرجى منها خير مزقها هذا الطابور الخامس بالإشاعات والأكاذيب والاتهامات، لا خلوا عالم ولا خلوا شاعر ولا خلوا زعيم ولا خلوا حكومة، وهكذا إلى هذا الجو الذي ترونه هؤلاء المرجفون وهم أقوى من الجيوش. الطابور الخامس، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، وحول كل أمير وكل ملك وكل بلد ناهض يراد به الإفساد، هؤلاء المنافقون في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة. والآن صارت مديرية مدربة وعدها أساليب وعدها سيارات وعدها إعلام، والآن هذا الفيسبوك أنا ما أعرف والله يقولون اسمه فيسبوك مش عارف إيش. المهم أحد الناس يكلمونا، من هو؟ من معنا؟ ألو؟ نعم. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شلونك دكتور؟ يا هلا ومرحبا. أنا من الفلوجة من العراق. والنعم والله، بالنعم منك من الفلوجة. شيخ أكو وعظ أنت منطقة دين بالتليفون هسه مصورين عليك مقطع فيديو بأنه أنت محلل الفتوى بين الزوج وزوجته ولحس الفرج. هذا قديمة ولا زلت محللها؟ هذا قديمة وش على محللتها؟ الذي حللها هذا من هذول الوهابية اللي تعرفهم، الذي هم خرجوا من الدين مرق وفروق السهم من الرمية. هذا مش أنا قلت، قالوا شيخك وشيخ الدنيا وشيخ العالم الإمام القرطبي الذي إذا رأيته تخجل بنفسك، أنا قلت هذا في برنامج على الهواء، سألني واحد ماذا يحل للرجل من امرأته، قلت كما قال العلماء كل نشاط جنسي مهما كان حلال إلا الإتيان من الذبر. وقلت وقال سألني قالوا كذا، قلت هذا قال الإمام القرطبي والإمام الغزالي والإمام فلان
قالوا يجوز للرجل كذا 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 ويجوز لها كذا كذا كذا. وإذا بهذول جماعتك الوهابية اللي عندك بهم واحد أكثر حياء من القرطبي خلنا نعرف حتى أنه نسلم عليه. روح روح. المهم هذا هو الأمر، هذا هو الأمر. كما تعرفون عليك أن تكون حذرا لأن هذه أمراض القلوب. إلا من أتى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إياك أن تموت وفي ذمتك قذف أو زور على مسلم مهما كان أو على ذمي. إياك أن يكون فيك قول زور على ذمي من يهود أو نصارى أو صابئين في بلاد الإسلام. آخر كلمتين قالها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت: أوصيكم بذمة محمد خيرا. هكذا. إذن يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، عليك أن تقول تعال يا فلان، في واحد يقول عليك فلان شيء، تعال شفت الموضوع، قل لا والله خلص كذا كذا. ولهذا من الغباء أو من الخبل أو من مرض النفس أن يأتيك واحد يشي لك عن فلان الفلاني، هاي فلان تعرفه وتحبه وتعزه وقد يكون مشهورا من مشاهير الأمة أدبا أو شعرا أو تمثيلا أو فنا أو علما أو ما شاكل ذلك، فتفرح لأنك الآن أشفيت قلبك منه، قد هلكت. هذا ذنب لا كفارة له، سوف تأتي يوم القيامة وليس هناك من يدافع عنك. يوم لا ينفع مال ولا بنون، مهما كان عندك مال أنفقته ومهما كان عندك بنون دعوا لك الله بالمغفرة لن ينفعوك. إلا من أتى الله بقلب سليم حينئذ ينفعه المال الذي أنفقه والبنون الذين دعوا له. إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تخيل في كل هذه الكرة الأرضية، تخيلها والله لا تساوي عند الله أجر واحد من آخر عباد الله الذين يخرجون من النار، فما بالك بخير الناس. إذن ألا إن سلعة الله غالية، وحينئذ عليك أن تدفع الثمن. من أجل هذا عليك أن تنقي قلبك من حسد أو غل أو حق أو 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 كراهية، فهذه هي الهالكة، البغضاء هي الهالكة. ونسأله تعالى أن يجنبنا البغضاء وأن يميتنا وقلوبنا بمحبة الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين عامرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.